مرحبا بكم في قناة سباب كندا. شكرا للجميع. في هذه الحلقة غادي نتكلم لكم على واحد المقاطعة عندها برنامج سهل وحتى اختبار اللغة فيه واحد الامتياز. شاهدوا الحلقة من فضلكم. Life wasn't meant to be lived on pause. Press play. Island. It's a place of new discoveries that's been waiting here for you. In every breath of wind and grain of sand, one island voice speaks through. This is a land of adventures, big and small, and quiet moments to wonder at the beauty of it all. This place, this island, it's for you and for me. This place, this island, it's where your spirit can be free. ترحاب بكم من جديد. شكرا لكم من اي بلد دون استثناء, وشكرا لاي واحد كيدعم وكيشارك القنوات دائما. وكنطلب منكم تقوموا بديك الاجراءات اللي كنطلب منكم, تسجلوا في المقاطعات, لان ابواب الهجره مفتوحه دائما الناس اللي عندهم شروط كيستوفيو الشروط. شكرا لكم دائما بالجديد وبال كنشوف الامور باش تكون سهله بالنسبه للناس اللي باغيين يقدموا على هذا المشوار الهجره الى كندا. كيف كتشوفوا معايا هنا كمقدمه, راك شفتوا اش من مقاطعه, شنو هي, شنو هما كيفاش غادي نقولوا الاحتياجات ديالهم, لاغريكولتور لو توريزم اي لا بيش. هادو ثلاثه الحوايج كتركز عليهم هاد المقاطعه وباغا اليد العامله فيهم. سي نورمال كاين اليد العام, كاين لا سونتي, الصحه, ترونسبور, لوتيلغي, توريزم داخل في لوتيلغي. لوتيلغي هادوك دائما محتاجين ليهم وغادي تشوفوا في المراحل الجايه. ولكن هاد المقاطعه الاهتمام الاكبر الفلاحه, السياحه والصيد البحري. Grâce au programme des immigrants éventuels et des compétences et l'expérience ciblée de province peuvent recevoir un certificat de désignation. وهاد المقاطعه شروطها سهله جدا مقارنه مع وحدين اخرين, مع دائما مقاطعتكم اونتاريو ولا كيبيك ولا غيرهم. وحتى اختبار اللغه كاين واحد ليكسيبسيون فيه, شوفوا المراحل وغنوريكم كيفاش غادي تقدموا ليه وتسجلوا في الموقع الحكومي ديريكتومون المقاطعه وتسلموا ان ريبونس, جواب لكتي كتسوف في الشروط في اسرع ما يمكن. وممكن تدخل قبل ما تولي مقيم دائم, لانك تدخل كمقيم دائم, تدخل ببيرمي ترافاي اون اتوندون لا ريبونس ديال بيرمي ديال لا ريزيدونس. وي شوفوا المرحله وشوفوا الاجراء, انا نوريكم الطريقه كي دايره. شوفوا انا في الموقع الحكومي ديال هذه المقاطعه ريكروتمون انترناسيونال, هاو هادشي غادي تقراوه دائما روسكم باش ما نطولوش في الحلقه. نعطيكم المعلومه والمصادر الموثوقه وكنبسط لكم الشرح, ولكن كنطلب منكم انتوما ديروا واحد المجهود باش تقراو شويه وتشوفوا الاجراءات عفش تقدم. بالنسبه للناس اللي كنهضر عليهم في الصحه, لا كنتي ميدسان وكتسمع وكتشاهد الحلقات, ولا كنتي بون بو نابورت في الميدان الصحه, عندكم اون انتري بريوريتير. وي دخول سريع وكيفاش كنقولوا بامتياز في هذه المقاطعه. ها هي بور لي ميدسان لي بروغرام, هادو غتشوفوا كيفاش غادي نقدموا عليهم. هاد المقاطعة كتكلم الإنجليزية والفرنسية بجوجهم مقبولين, بجوج نابورت كيل تيست اللي عندك بالفرنسية ولا عندك ما يجب أنك تتكلم فرنسية راك مقبول, والإنجليزية نفس الشيء. غادي نشوفو كيفاش غادي ندخلو نديرو إن دوموند أون أبليكي ونشوفو شكون الناس اللي مقبولة, شنو هما الشروط. شوفو معايا الله يخليكم. لي ترافايور كاليفي أ ليكستيريور دو كندا, بون Vous pouvez déposer une demande d'insignation pour obtenir le statut de résident permanent. يعني انا كنتكلم معكم كتجي كمقيم دائم. الناس كتسال دائما كيقولوا لي عندي العائله, با سا شونج غير العائله, كلشي كيجي مقيم دائم. ملي كتاكورد الواحد الاخرين كمرافقين دي زاكومبانياتور كنسميوهم, وي تما كياخذوا الاقامه الدائمه. وهاد المقاطعات كيشجعوا العائلات ولا الناس كيف ما كانوا, لان باغيين يعمروا البلاد بالدارجه بالعربيه, باغيين البشر باش يعمروا, لان كاين نقص في النمو الديموغرافي. وي سي كوم سا. هاد لي ترافايور كاليفي بروغرام كانديدات بروفانس ليل ادوار, ليل دي برانس ادوار,
بون تقول لي وي لانها جات في الشمال الاطلنطي ما كيمشيوش ليها المهاجرون بزاف ما معمريناش بزاف كلشي مكونسونطري على كيبيك اونتاريو هذه مقاطعه جميله لانها جات على البحر ربما العقليه لان ما تنساوش كندا راه ثاني اكبر بلد في المساحه في العالم شتي كنظن راك عارفينو في الجغرافيا حنا يلا 38 ولا ميم با 40 مليون في اكبر ثاني اكبر بلد راه اكبر من اش غادي نقول لكم راه قبل اوروبا دو فوا جو كروا في المساحه باش تاخذوا فكره ويلا 40 مليون يعني باغي الناس بهذا المعنى دخلوا في الموضوع سويج ادميسيب شكون pour pouvoir présenter une demande dans le cadre pour les travailleurs qualifiés راه بالنسبه فكرتوني الله يخليكم لي زيتيديون راه عندهم واحد السيلات اكثر في هذه المقاطعه ركزوا شويه على هذه المقاطعات اللي كنعطيكم بحال البرنس ادوار راه ما فيهاش الناس بزاف وباغين كيعطيو لي زادميسيون اكثر ماشي بحال كيبيك ماشي بحال اونتاريو بدلوا العقليه خرجوا شويه من كيبيك راه كيبيك لي سكور ديالها ولي ستاندار ديالها مطلعاهم معلياهم ما عرفش علاش بوغين ان العقليه كلشي حتى الطائرات كيجيو لهنا لمونريال سيتو وانا شي كنفهم من هاد القضيه هادي فاصون كنقول الناس اللي عندهم رغبه لكندا ماشي بالضبط كيبيك كيقبلوا بزاف لو طو دادميسيون ديالهم عندهم بزاف ورخاص رخيصه وي رخيصه في هاد المقاطعات هادو اللي كنتكلم عليهم مقارنه في الكرا في اللوجمون رخاص على كيبيك ولا اونتاريو اغلب بلاصه راه كاينه في اونتاريو وفانكوفر عرفتش كتجي كيبيك من بعد هادو راه سيغيان عطيكم مثال ابارتمون فيها 4.5 يعني 4.5 حنايا هي دو شومبر في كيبيك في مونريال كدير حتى 1000 دولار 1200 1100 دولار في هاد المقاطعات كتقدر تلقاها ب 600 700 ما تفوتش الفرق حتى المستوى المعيشي ارخص ندخلوا الموضوع اوفر دومبلوا طون لونغ تيرم بيرمانون اون ديغي او موان 2 ans لي كومبيتونس هادشي غادي تشوفوا دائما راه عندهم نفس كاينين لي باز شروط بل ما تكلموش عليها حاجه هنا باغين لاج الله يخليكم شوفوا اونتر 21 و 59 عام الناس كتجيني تساؤلات كيقول لي عندي 50 عام عندي 52 واش ممكن ردوا البال كاين شوفوا معايا مزيان المتبعين معايا الحلقات والناس اللي ابوني في باب كندا راه كاينين شي مقاطعه شفتوهم كيطلبوا من 19 35 كاينين شي مقاطعات كيطلبوا من 19 45 هادو طالبين من 21 ل 59 بون يعني كيقبلوا كلشي حتى لاج ما عندهمش مشكل فيه بالنسبه للناس اللي عندهم 50 عام وما فوق ها بلاصتكم او موان 2 زون ديكسبيريونس عندك تكون عندك سنتين ديال الخبره في طرافاي بوندون 5 عام سيفيزامون هنا لو فون اللي بغيت نقول لكم لو تريك ديال هاد لو تيست اللي الناس بزاف كيتراجعوا فيه واخا كنشجع عليه كنشجعكم ديروا لي تيست اون فرونسي اي اون انغلي حيت كيساعدكم ولكن هنا في هاد ليكسيبسيون شوفوا قال لك ان تيست لونغ ادمينستري او كور دو غنيير زاني ايتابليسمون ديفالياسيون ابروفي بار ليميغراسيون هادي الناس لي كندا ولا في دي ميسيون كنديان لا ديكلاراسيون دو لا لونغ سيني بار ان امبلويور بي ان بي بي عندك شي امبلويور ريكوني انترناسيونال سيبوزون راه كاين واحد الفرق كاينين الناس في المغرب ولا غير المغرب خدامين بحال بومباردي بومباردي راه سي اون كومباني كنديان كاينين دوطخ كومباني كنديان اللي كتخدم فيها ولا عندك شي حاجه راه يقدر لومبلويور ديالك لومبلويور يعني الشيف ديالك ولا جو سي با المدير ديالك سينك اتيستاسيون كوم كوا فو كومينيكي فو بارلي اون فرونسي ولا اون انغلي يكتبها لك راه ديزا مقبوله وي قانونيه خاصها تكون دي كومباني كنديان ولا سي اون كومباني فرونسيز ولا امريكان ولا بريطانيك وي مقبوله هنا دي دوكيمون ديليفري بار ان بار ان ايتابليسمون دونسينمون او دو فورماسيون ريكونو انترناسيونالمون انديكون كو لي كور ايتي دوني برينسيبالمون اون فرونسي اون انغلي هنا ما طالبينش لك لو تيست اوبليغاتوار هنا اش باغيين يقولوا سيبوزون الناس اللي قراو في او تي اس ولا قراو في دي زونيفرسيتي انترناسيونال من اي دوله كتسمعني ولا قراو درسو في معاهد معترف بها دوليا كاينين بزاف الامثله ما عنديش اللي هما اشارات راك تعرفوهم يعني عندهم كتكون اون ميسيون فرونسيز ولا جو سي با شي معهد بريطانيك ولا المون وفي الدوله ديالك هادو راه شي يعطوك
ان كتبت انك راك درستي فيها ان ولا دو زون درتي ديبلوم درتي شي شهاده في داك المعهد كوم كوا ان قريتي فيه معترف بها ما كتحتاجش لو تيست باسي هاد لو تيست تي اس اف ولا تي اف ولا ان تي اس ما كتحتاجش له لا عندك هذا الشرط يعني كتكون اكزونوري ها هي مزيان قراوها ومن يدخلوا قراو مزيان لو دوكيمون ديليفري بار ان ايتابليسمون دونسينمون او دو فورماسيون ريكوني انترناسيونالمون تكون عنده انه معترف به دوليا يعني كيجي ماشي دوله اخرى ولا عندهم اتفاقيات راه كاينين امثله بزاف سيتو في الدول العربيه المغرب العربي وداك الشيء عندكم انا في المغرب راه عارفهم كاينين بزاف في كازا مراكش طنجة كاينين معاهد عندهم كيكونوا دي معاهد فرنسيه وانجليزيه والمانيه وبون بو نابورس يكون عندكم شويه الفلوس بور لي كو بور بي لي كو هذه دائما غتقول لي شحال 6000 7000 8000 اورو ايتابليغ انا بور ايتابليغ ردوا البال هنا ما كاسبينش لو سوي شحال بالضبط مخلين هادشي لا ديسكريسيون ديال بون ما يسولوك هو ميو تكون عندك واحد 5000 اورو في البنكه ولا شي حاجه سي سور ميو وهنا ما حاطينوش بحال لي زوت بروفانس ديمونتري اون ريال انتونسيون دو vous établir à l'île du prince édouard oui خصك تعرف شنو هي هذه علاش قد درت لكم ديك المقدمه باش تعرفوا شنو هي هذه الليل سي كوا وبصراحه راه هي من اجمل المناطق من اجمل لي بروفانس وعندهم البحر حنا في كيبيك ولا اونطاريو ولا كيبيك راه ما عندناش البحر هادو عندهم البحر من اجمل الاماكن comment dois-je procéder pour faire une demande ندخلوا المعقول كيفاش غادي دير اون دوموند وكيف قلت لكم راه مني كدير اون دوموند وجاتك هاد من عند لومبلوار كيعطيك ان كتقبل كيعطيك اون ديكلاراسيون دانتيغي بديك لا لاتر ديكلاراسيون دانتيغي راه تشوفوها هنا من بعد بها كتمشي تاخد ان بيرمي اون دوموند دو بيرمي ترافاي فيرمي باش تجي تخدم دخل اون اتوندون البروسيسوس ديال لا ريزيدونس بيرمانونس اللي اون كور هادي ما كايناش في مقاطع اخرين هادو دايرينها علاش كيقول لك شي عندنا نقبلناك بريسيليكسيوني مرحبا ولا ريزيدونس تسناها تخرج راك غادي تاخذها وانت عندنا ماشي بالضروره تبقى في بلادك غادي تكليكيو على سيستيم ديكلاراسيون باش تدخلوا ديروا تقيدوا في لا دوموند شوفوا معايا الله يخليكم ملي كتكليكيو كيف كتشوفوا انا راه دائما في لو سيت هادشي لو سيت غوفرنمونتال برنس ادوار ايسلند ليل كندا عشان كيف كتشوفوا مناظر خلابه وزوينه ها هو كاين كلشي هنا لو منيو ديالهم لوغين كرييت اكونت هادي هنا غادي تسجلوا قانونيا انا راه ما كنطولش لان كاين ما نعاودش نكرر داكشي غادي تقراوه خص الامور ديالكم تكون فيغيتابل اكزاكت وما تخطئوش الاسم الكامل واللقب داكشي قانوني اللي عندك في الباسبور ايميل ديالك باسورد مود باس تكونفيرمي المود باس يعني كتعاودو جو نو سوي با ان روبو انريجستر انا انريجستر وكتكمل الاجراء ديالك ها هو ريزومي دو كونس انا هذا موقع حكومي عارفين دائما ما عنديش حق نسجل فيه نتوما عندكم الحق انكم باغين راغبين في الهجره اسهل ما يكون ها هو انفورماسيون يوتيليزاتور ايدنتيفيكاسيون يعني شكون كنت ايميل ديالك دائما الايميل ديالك حنا راه كنخدموا بالايميل ردوا البال يكون اجور دير باسورد كونفيرم باسورد جو سوي با روبو ريجستر المرحلة الثانية غادي يسولك الاسم اللقب الاسم الشخصي العائلي نيميرو دات نيسونس داكشي كله هاهم وغادي تسجل في الباسان ديال ادوار برنس ادوار برنس ادوار في الباسان غوفرنمونتال ديال هاهو كيف كتشوفوا معايا اون فوا كتقبل كيعطوك اون ديكلاراسيون دانتيغي ديكلاراسيون دانتيغي راك عارفين اشنا هي يعني باش تاخذ بها الاقامه الدائمه انا نوريكم الله يخليكم اون ديكلاراسيون ها هي نكمل هنا قبل اكسيف هذا الشيء غادي تقراوه الله يخليكم
Non, si vous êtes invité, comme si vous êtes invité à faire une demande, il y a le profil d'hier, comme si vous recevez un avis par courriel. Comprenons votre dossier, il y a des directives pour le semestre. Il y a le pré-sélectionné, pré-admis sous condition. دائماً أنك تحطيت المعلومات ديالك وي ولكن ما بقى ما كان عرفوكش واش بصح عندك الدبلوم بون on verra pour le semestre si vous êtes invité à faire une demande vous devez remplir le formulaire de demande et votre employeur doit remplir le formulaire de l'employeur les renseignements tout seul profil déclaration intérêt doivent être valables et véritables هادشي اللي كنقولو دائماً يكون داكشي ديال بصح une fois votre demande de redemand الناس قبلتي une fois notre petit que tu as pour avoir la résidence permanente, ni que tu as la déclaration d'intérêt ni que tu as amro, mais génial, que tu as l'eau, c'est frais, c'est gratuit. Une fois votre dossier de demande est prêt, vous pouvez le soumettre accompagné d'un paiement de 300$ droit au bureau d'immigration de façon à l'adresse d'Yellow par chèque. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à payer pour faire une déclaration d'intérêt. Quand tu es comme Tchjlo, mais génial. Si vous êtes choisi, pour une destination pour l'île Prince-Édouard, vous devez payer les droits de 300$ pour faire votre demande. Le paiement doit être soumis à la demande. Les façons, il y a une traite bancaire ou la carte de crédit ou la. Les façons, je ne m'en parle pas. Si je me rappelle bien, oui. Carte de crédit, ou la chèque, ou la traite bancaire. Qu'est-ce que c'est que tu as l'air? Si tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'email de l'homme, gouv.pe.ca, téléphone de l'homme, je ne sais pas si tu as l'air, mais l'email, je ne sais pas si tu as l'air, ou je ne sais pas si tu as l'air, ou directement, qui vous laisse comme tarika, système de déclaration d'intérêt pour Prince Édouard, tu cliques sur l'IA, il y a le registre, non. نتسجلوا اهو ديال برنس ادوار وتقدموا ليهم وكنطلب لك وكنتمنى لكم التوفيق ما خسرتوا والو الناس اللي عندهم هاد المؤهلات وحاجه اخرى قبل ما ننسى راه ما طالبينش مؤهلات عاليه لاحظتوا الاختبار اللغه ما مطلوبش يعني اختبار اللي عندك ما يثبت ما يفيد انك درستي بالفرنسيه ولا بالانجليزيه وي تقدم بهذيك لا بريف مثال قريتي في نيمبورت كيل انسيون شي حاجه ريكونو انترناسيونالمون جو سي با هادي كتعطي لا بريف ان خديتي الدبلوم ديالك من داك المعهد ولا من داك المدرسه ولا من داك الجامعه بها راه اي لي كونسيديري كوم اون بريف دو لا لانغ وحتى العمر بلا ما نكرر راه جوسكا 59 ماشي بحال الاخرين باغي الناس ها هما باغي الناس يعمروها ويجيو عندهم ولكن دائما يكون عندكم ابسط الشروط هنا الشروط كتهبط مقارنه لا نتبعتوا معايا ماشي نفس الشروط ديال المقاطعات الاخرين كنتمنى لكم حد سعيد ما تنساوش دعموا القناه لايك وتبعوا لان الاجراءات والجديد راه جاي الميزاجور راه جايين بكثره سيرتو اون مو ديسمبر مو جانفي ان شاء الله غادي يجي جديد في الايميغراسيون حد سعيد وإلى اللقاء